النهارده في صباح الخير يا مصر خصصنا اليوم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في تنمية هذه المشروعات والوصول بها لمكانة تحقق لمصر ان هي فعلا تبقى دولة صناعية في منطقة الشرق الأوسط. النهارده هنتكلم عن مبادرة من اهم المبادرات اللي ساهمت في تنمية هذه الصناعات، مبادرة المراكز المجتمعية الرقمية لتأهيل الشباب لسوق العمل. هي واحدة من المبادرات اللي نفذتها الدولة استهداف تدريب آلاف الشباب علشان يتدربوا على عدد من المهارات المختلفة المتعلقة بالتحول الرقمي والحاسب الآلي. مبادرة أفرزت عن ثمارها من كام يوم بعد ما تم تخريج أول دفعة منها. خلينا نعرف تفاصيل ومعلومات أكتر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وزارة الشباب والرياضة اللي منورانا النهارده في استوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى مصر كلها. أهلا بك. أهلا بك. طيب خلينا نوجه حديثنا الآن للشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، وخلينا نعرف من حضرتك أيضا إيه هي أهم عوامل أو أسباب نجاح هذه المبادرة، بما إن إحنا بنتكلم عن تخريج أول دفعة، يعني كلمينا المبادرة دي عملت إيه مع الشباب؟ أهلتهم لإيه؟ ساعدتهم في إيه؟ طيب مبادرة المراكز المجتمعية الرقمية دي بالتعاون مع جهة منظمة من المنظمات معالي الوزير دكتور أشرف صبحي افتتح المراكز المجتمعية في عام 2023 8 مراكز مجتمعية في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية. ابتدينا أول مرحلة على 3 محافظات كده اللي هي القاهرة الكبرى. كل سنة إن شاء الله هنكمل المشروع لحد 3 سنين، هنزود عدد المحافظات. المراكز المجتمعية دي يا فندم بتبقى داخل مراكز الشباب. الجهة اللي معانا يمكن احنا كوزارة الشباب والرياضة ودكتور أشرف صبحي بيهتم بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات والوزارات الحكومية عشان يبقى فيه تشابك وان المشروع يطلع في الآخر ناجح للشباب ونفيد أكبر عدد من الشباب. المراكز المجتمعية دي تم تأسيسها جوه 8 مراكز شباب في القاهرة الكبرى. المركز بيحتوي على أجهزة كمبيوتر، أجهزة حاسب آلي حديثة، شبكات إنترنت الشباب بيتم تدريبه فيها داخل المعامل. يمكن في شباب في البيت ما عندهمش شبكات انترنت والتدريب بيبقى عالي ووقت كبير، فاحنا بنتيح لهم جوه مراكز الشباب ان في شبكات انترنت داخل المراكز الرقميه المجتمعيه بياخد التدريب جواها. وتدريب الكورسات دي بتبقى على منصه كورسيرا العالميه. يمكن كنا مستهدفين اول سنه عدد 400 من الشباب، تم تخريج 100 الأسبوع اللي فات بحضور معالي وزير الشباب والرياضة، ومكملين إن شاء الله الدفعة الجديدة في أول 2024. وهيتم افتتاح مراكز برضو أكتر، يعني هنبدأ في فيصل برضو مركز شباب المشابك. إحنا 8 موجودين في مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب 6 أكتوبر، منتدى شباب 6 أكتوبر، مركز شباب عين شمس، مركز شباب المعادي الجديدة، مركز شباب حلمية الزيتون، مركز التعليم المدني في العاشر. يعني واخدين من كل منطقة مركز شباب، فتحنا فيه مركز مجتمعي. واحنا النهاردة بنتكلم عن المشروعات المتعلقة بريادة الأعمال. النهاردة وزارة الشباب والرياضة انطلاقا من مراكز الشباب، الموضوع بقى بالنسبة لها يعني نقطة بالنسبة لعدد كبير من الشباب ان هم يبدأوا من خلالها مشروعاتهم. ازاي ساهمتوا في ده؟ بنساهم ان احنا الأبلة بننشر ثقافة العمل الحر. ويمكن دكتور أشرف اهتم بملف التمكين الاقتصادي للشباب من خلال ان احنا نشتغل على برامج ريادة الأعمال. فادينا ندوات لنشر ثقافة العمل الحر، بعديها ادينا برامج في ريادة الأعمال مثل برامج ابدأ مشروعك بالتعاون مع جلسة مير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعدين بندي برامج ازاي يكون رائد أعمال مبدع، بندربه ونأهله ونوصله لمرحلة ما قبل الاحتضان. حاليا معالي الوزير هيفتتح حاضنة ريادة أعمال في مركز شباب مدينة نصر، ودي هتبقى أول حاضنة حكومية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، يعني بتساعد بتمويل الحاضنة، وهتبقى جوه مراكز الشباب، يعني أول حاضنة تبقى داخل مراكز الشباب. يمكن احنا كوزارة الشباب وفي فترة انجازات دكتور أشرف صبحي اهتم ان مراكز الشباب تبقى مراكز مجتمعية،
ما يبقاش الشاب داخل عشان يلعب او ملعب او كوره، لا ده الشاب بيخش كمان ياخد تدريبات تاهله لسوق العمل، بياخد تدريبات، بياخد انشطه، بياخد برامج، بياخد بينفذ المبادره بتاعته جوه مراكز الشباب، بندي مبادرات مجتمعيه جوه مراكز الشباب، مركز الشباب جواه انديه سكان، انديه فتاة ومرأة، بيبقى جواه انديه اخرى. يمكن برضو معالي الوزير وقع بروتوكول مع منظمه الفاو عشان نفتتح انديه زراعيه جوه مراكز الشباب، فمركز الشباب ما بقاش رياضي بس، لا ده تدريب وتأهيل وتوظيف. برضو بننفذ جوه مركز الشباب ملتقيات توظيف للشباب الخريجين في كل محافظة، يعني كل شهر بننفذ ملتقى كبير بيفتتحه معالي الوزير داخل محافظة من المحافظات، وبيبقى داخل مركز الشباب، وبنجيب فيه شركات من القطاع الخاص بتبقى محتاجة شباب للتوظيف، وبنعلن عنها ونجيب الشباب وبيتم توظيفهم من خلال الملتقى التوظيف. طيب أستاذ منال، برجوع مرة أخرى لمبادرة المراكز المجتمعية الرقمية لتأهيل الشباب، حضرتك تحدثتي أنه بالفعل تم افتتاح عدد 8 مراكز تقريبا من هذه المراكز المجتمعية، فهل الانضمام لهذه المبادرة أو الاشتراك بهذه المبادرة والاستفادة منها، هل ده مرتبط بفكرة مراكز الشباب اللي موجود فيها مراكز مجتمعية، ولا هذه المبادرة على مستوى كل أندية الشباب الموجودة في كل المحافظات؟ لا، المبادرة على مستوى جوه مراكز الشباب والمنطقة اللي بره مراكز الشباب، يعني مش ما يكونش حتى عضو في مركز الشباب أو يكون ساكن جنب مركز الشباب، لا، مفتوحة لكل الشباب، بيعلن عنها من خلال لينك الشباب بتقدم، وبننظمهم في مجموعات، في شباب بتاخد اللينك ده على ايه؟ على موقع الشباب والرياضة ولا؟ موقع وزارة الشباب والرياضة بيعلن عنها، في مديريات الشباب اللي جواها مراكز الرقمية المجتمعية، الجروبات الشباب اللي بتاخد تدريبات معانا جوه الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والشباب بتقدم على اللينك وبيبتدي تقسيمهم في المراكز اللي هي أقرب مراكز ليهم فيها مراكز مجتمعية رقمية. في شباب بتكون بتشتغل الصبح عايزة التدريب بعد الظهر أو بالليل مساء، بنعملهم على جروبات اللي هياخدوا فترة مساء واللي هياخد فترة صباحا، ميسرين كل الأمور للشباب. ويمكن الكورسات دي مكلفة جدا بس وزارة الشباب والرياضة بتقدمها للشباب مجانا. الكلام ده في 27 محافظة؟ هو المراكز المجتمعية الرقمية أول مرحلة في القاهرة الكبرى 3 مراكز، لكن في 2024 هنبدأ على مرحلة تانية مع محافظات أخرى. عملنا تشبيك مع جهة أخرى مثلا زي مؤسسة من مؤسسات أخرى إن هي نشتغل على الموضوع ده وتفتح لنا هي في محافظات أخرى. فمؤسسة كير اشتغلت معنا إن احنا فتحنا، هنشتغل على أندية بقى تمكين رقمي في دمياط وفي اسكندرية برضه. فبنعمل شراكات مع جهات كتير عشان نبتدي نغطي 27 محافظة ونفيد أكبر عدد من الشباب. طيب أستاذة منال، هل في اشتراطات معينة لانضمام الشباب لهذه المبادرة؟ وعايز أعرف برضو من حضرتك نوعية المواد اللي بتدرس في هذه المبادرة. طيب هو الاشتراطات اللي بنحطها يكون سن الشباب من 18 ل 35 سنة، لأن دي مبادرة للشباب، ويمكن معالي الوزير فتح السن شويه ل 40 لان بنلاقي في ناس 36 سواء محتاجه تاخد الكورسات ديت وما معهاش امكانيات ان ياخدوها، ففتحناها لحد 40 سنه. يعني هي دي الشروط المعينه، لكن ما لا تتطلب مستوى تعليم معين، لا يعني ما فيش اي شروط ثانيه، لانها تكنولوجيا لازم يكون خريج مؤهل عالي عشان دي كلها برامج تكنولوجيه وباللغه الانجليزيه. طب. وبياخدها على منصه كورسيرا برضو عن طريق الاونلاين فجوه المعمل الكمبيوتر اللي جوه مركز الشباب. طب ايه هي يعني اهم البرامج اللي بتاهله لدخول سوق؟ يعني بتدرسوا له ايه في الحاسب العادي؟ بيدرسوا التكنولوجيا، برامج التكنولوجيا اللي هي مثل تصميم مواقع الكترونيه، لغه البرمجه بيدرسوها مثل بايثون، بيدرسوا تحليل البيانات، التحول الرقمي، كل الحاجات دي، كل ما هو خاص بالتكنولوجيا. وده معتمد معتمد عن طريق كورسيرا. كورسات. طيب استاذه منال، يعني خلينا ناخد تخريج هذه الدفعه، الدفعه الاولى كمثال، ايه اللي هيتعمل معاهم بعد كده؟ احنا عملنا يعني الدفعه لما بتتخرج وخد التدريب وبقى فاهم، في منهم من الشباب دول مثلا 100 طلعوا بـ8 مبادرات تكنولوجيه
كل واحد عنده مبادرة تكنولوجية، فكرة ريادة أعمال تكنولوجية، دول إحنا هيتم تمويلهم من خلال الشركة المؤسسة الشريكة معنا بجزء من المبلغ عشان ينفذ المبادرة بتاعته. أما الباقيين فإحنا نفذنا لهم ملتقى توظيف مع شركات القطاع الخاص اللي هي خاصة بالآي تي والتكنولوجيا، موفرة وظائف تكنولوجية، هم جاهزين ومتدربين، وجبنا الشركات اللي محتاجة الوظائف دي والشباب اللي واخد الكورسات دي وعملنا لهم ملتقى توظيف. والانطباعات ايه بعد المية اللي أخذوا هذه الشهادات؟ قالوا ايه؟ فادهم ازاي في مجالهم؟ لحد مثلا بيشتغل بالفعل في مجال معين، هل ده قدر ان هو يأثر عليه بالإيجاب؟ فعلا هو طبعا فادهم كتير جدا، لان هم عشان ياخدوا الكورسات دي بتتكلف جامد جدا ليهم، وهم دي شباب لسه في بداية الطريق، معهمش ان هم ياخدوا كورسات ويأهلوا روحهم. فان الوزارة وزارة الشباب بتقدم لهم الحاجات دي مجانا، والكورس فادوا في حاجات كتير، فادوا ان هو ابتكر مبادرة، ابتكر فكرة، ابتكر مشروع، خد كورس اللي بيها حتى لو احنا ما وفرنهوش شركات توظفه، هو بالشهادة اللي حصل عليها وراح اي شركة خدوه وعينوه، يعني حصل على كورس مكلف اداله التأهيل كويس. فطبعا الشباب مبسوطة جدا ان وزارة الشباب والرياضة بتقدم لهم الخدمات دي كلها مجانا. طيب استاذة منال، الحقيقة يمكن طبعا بالنظر للظروف الإقليمية، مصر فيها شباب ضيوف كتير جدا، ومصر بصفتها طبعا الشقيقة الكبرى والحاضنة الأكبر والأهم لكل أشقائنا وضيوفنا الموجودين في مصر، هل هذه المبادرة فقط للمصريين ولا ممكن شباب من جنسيات أخرى يشتركوا؟ لا، هي فعلا شباب من جنسيات أخرى والمصريين، بس بتبقى نسبة المصريين أعلى شوية. لو إحنا بنشتغل على 100% هيبقى المصريين 60-70% و30% من الوافدين اللي موجودين في مصر. فإحنا يمكن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قال إن إحنا ما عندناش لاجئين، كل الموجودين على أرض مصر هم وافدين. بناء عليه معالي الوزير دكتور أشرف فتح كل البرامج والأنشطة بتاعتنا إن يشارك فيها الوافدين الموجودين على أرض مصر. شارك بالفعل وافدين يا فندم؟ شارك فيها نسبة زي ما قلت لحضرتك، لو إحنا 100% شارك 60-70% مصري و30% جنسيات مختلفة. تمام. مجانا برضه. ايوه طبعا، الدولة المصرية بكل اجهزتها ربما بتدعم بشكل كبير قصة المشروعات الصغيرة المتوسطة متناهية الصغر. يعني عندنا في جهاز اسمه جهاز المشروعات الصغيرة، ده كان تابع لوزارة الصناعة بقى تابع لمجلس الوزراء. عندنا مبادرة زي ابدأ، مبادرة حكومية، وايضا هناك في جهد من وزارة الشباب والرياضة. الفرق ايه؟ يعني حضراتكم بتقدموا ايه وهما بيقدموا ايه؟ نقدر نقول ان بتتكاملوا ازاي مع بعض؟ تكامل ان احنا كوزارة الشباب عندنا الموارد البشرية اللي هم الشباب، وعندنا الاماكن اللي هي مراكز الشباب 27 محافظة، 5000 مركز شباب في 27 محافظة. هم عندهم المادة العلمية وعندهم المدربين، مثلا جهاز تنمية المشروعات، فبيدربوا لنا المدربين بتوعنا اللي هم متعينين في مديريات الشباب في 27 محافظة. عظيم. وبيتم اعتمادهم كمدربين في ريادة الاعمال، وبيدونا المادة العلمية، وبنشتغل احنا مع الشباب جوه كل محافظة، عشان مش هننقل الشباب من محافظة لمحافظة، جوه كل محافظة وجوه مراكز شباب بندي ابدأ مشروعك في ريادة الأعمال. ده التشابك. أيضا بنعمل كل رائد أعمال مبدع مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، هي بتمول لنا المشروع، واحنا بنشتغل جوه مراكز الشباب بمدربينا اللي موجودين بتوع وزارة الشباب والرياضة اللي معاهم اعتمادية التدريب كريادة أعمال، وبنعمل لهم بعد التدريب وبعد ما هو عرف ازاي يبقى رائد أعمال بندخلهم معسكرات. الوزارة عندها معسكرات في كل حتة في المحافظات كلها، مدن شبابية، بندخلهم المعسكرات دي ونجيب لهم خبراء يشتغلوا على فكره كل مشروع شاب او فتاه طالعين بيه او مجموعه، ما هو في ساعات الشباب بيكونوا 5 افراد مجموعه فكره، فبيشتغلوا عليهم من خلال دراسه الجدوى، الدراسه الماليه للمشروع، عشان نحقق لهم ان هم المشروع لو بداوا فيه يبقى ضامنين نسبه النجاح فيه ما يفشلش. بنعلمهم ازاي يسوقوا المنتج بعد كده، بنديهم تسويق الكتروني ايضا برضو، وازاي يسوق المنتج وازاي يحقق ربح من المنتج من خلال خبراء بنجيبهم معانا جوه المعسكرات. ومن هنا الشاب بقى جاهز لمرحله الاحتضان، ان هو ممكن يخش حاضنه رياده اعمال بشركته ويبقى صاحب شركات ناشئه. صحيح.
نسبة الفتيات اللي شاركت يا فندم لو هنتكلم عن الدفعة دي قد ايه تقريبا؟ لا الصراحة كتير قوي، اكتر حاجة اكتر من الشباب الفتيات عندهم حماس قوي لريادة الاعمال ما شاء الله، فضعف الشباب. طيب يعني يا استاذة منال، يعني عشان الناس ما تحسش ان بتوه مننا ما شاء الله من كتر التفاصيل والشراكات والتشابكات، خلينا نقول انه كل من هو جاد، كل من يبحث عن فرصة، كل من يريد انه يلاقي مكان يشتغل فيه او حتى انه يطور من نفسه ومن امكانياته يقدر يشترك في هذه المبادره. زي ما حضرتك قلتي ما فيش تقريبا اي شروط، يقدر يشترك من خلال موقع وزاره الشباب والرياضه، يعرف كل التفاصيل. ايا كانت فكرتك، ايا كان نوع العامل اللي انت شايف ان انت محتاجه، ان كان تعليم، تاهيل، تمويل، ولو جزء بسيط او حد يفيدك في دراسة الجدوى أو ما إلى ذلك، هتقدر تستفيد من هذه المبادرة. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الأستاذة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووزارة الشباب والرياضة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم.